تعقد لجنة العمل المشتركة في محادثات فيينا اجتماعا اليوم في ختام الجولة الثالثة من المحادثات الرامية إعادة العمل بالاتفاق النووي. وستطلع اللجنة على تقارير عمل الخبراء والتقنيين فيما يخص الخطوات العملية المطلوب من كافة الأطراف تنفيذها لاستئناف الاتفاق. معنا من فيينا مراسلنا أشرف سعد. أشرف، هذا هو الختام، يعني اليوم الختامي لهذه الجولة، لكن إلى الآن إرهاصات هذه الجولة لا تبدو مبشرة لجميع الأطراف وحسب كل التصريحات. ما المهم في هذا اليوم؟ لماذا يتم التركيز عليه تقنيا أشرف؟ في الحقيقة ماجد أن هذه المحادثات محادثات ماراثونية بامتياز، بمعنى أننا لا نتوقع ولا يتوقع المشاركون أن تسفر عن نتائج سريعة أو تقدم مفاجئ، لابد أن تأخذ الأمور وقتها. طوال هذا الأسبوع كانت هناك اجتماعات مستمرة للجان تقنية اختصت أو خولت بإعداد قوائم بما ينبغي على كل طرف عمله للعودة مرة أخرى للاتفاق النووي الموقع عام 2015. هناك لجنة تختص بإعداد قائمة بما ينبغي على الولايات المتحدة أن تقوم به من رفع للعقوبات على إيران قبل أن تعود للانخراط في الاتفاق النووي، وهناك لجنة أخرى تعد قائمة بما ينبغي على إيران أن تفعله بخصوص برنامجها النووي لتخفيض معدل التخصيب وتخفيض عدد أجهزة الطرد المركزي قبل أن تعود مرة أخرى للانخراط في الاتفاق النووي. أما اللجنة الثالثة والتي شكلت الأسبوع الماضي فهدفها الأساسي هو المواءمة بين عمل هاتين اللجنتين و تحديد الخطوات العملية على الأرض لكي يمكن المواءمة بين عمل اللجنتين. اليوم اجتماع سياسي على مستوى وكلاء وزارات الخارجية هدفه الأساسي الاطلاع على ما أسفر عنه عمل اللجان الثلاثة، وبناء عليه سيتحدد الخطوة التالية وستتحدد المراحل المقبلة في المفاوضات المتعلقة بعودة أو إحياء الاتفاق النووي بين إيران ودول الغرب الموقع هنا في فيينا عام 2015. كما أشار المسؤول الأمريكي يوم أمس فإن موقف هذه المفاوضات غير واضح، هناك الكثير من التفاصيل الدقيقة وهناك الكثير من النقاط الخلافية التي يتعين بحثها وإيجاد موائمة بشأنها قبل أن نقول إن هناك خرقا واضحا أو إن هناك تقدم على ساحة هذه المفاوضات. نعرف أن الولايات المتحدة مستعدة لرفع الكثير من العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على إيران، ولكن العقوبات فقط المتعلقة بالبرنامج النووي. الولايات المتحدة لا تريد منح إيران شيك على بياض في كل العقوبات وترفع كل العقوبات وبالتالي تطلق يدها في المنطقة وتطلق كل يعني تعطيها مسامحة في كل الممارسات التي تمارسها لزعزعة الاستقرار في العديد من الدول. إيران من جهتها ترفض العودة للاتفاق النووي وترفض تخصيب وقف تخصيب اليورانيوم قبل أن ترفع كل العقوبات عنها بشكل كامل. نعم، إذن من فيينا مراسلنا أشرف سعد.